قرابة 90% هي نسبة التغطية بالغاز الطبيعي المحققة بولاية سطيف بما فيها المناطق ذات التضاريس الوعرة. نور الدين دروي. كان إيصال الغاز الطبيعي إلى سكان هذه المداشر والقرى بدائرة بوعنداس بولاية سطيف حلما صعب المنال بالنظر لصعوبة التضاريس وطبيعة المنطقة الجبلية وتشتت المداشر، غير أن المسؤولين والقائمين على المشاريع راهنوا على تحدي الصعوبات وكان لهم ذلك، فمنذ أسابيع فقط تم إيصال 1200 مسكن بالغاز الطبيعي. نتهنى الحمد لله، نحن نتهنى يتقرعاتي الغاز بشري مني من إحنا من السماط أنا يغزر أنا أصلي تقرر يثادي الثالثي بوتين يكشوط المربى المزيرية ماذا يقال الحمد لله الحمد لله في هذه الساعة. هذا مشروع ملحق ببلدية بوعنداس في تجمعات سكانية، الآن رانا في أفتيس، إحرقان، إغلادن، تاكركارت، شريحة، تيزين السبت. الآن المواطنين سيعيشون هذا الفصل الشتاء في دفء كامل، والعمل متواصل لإيصال الغاز لما تبقى من مداشر وقرى بلدية بوعنداس. ولم يبقى الكثير لولاية سطيف لتعميم التغطية بغاز المدينة لسائر البلديات الأخرى، إذ وصلت نسبة التغطية حاليا إلى 87%، والموعد مع نسبة 100% في المنظور القريب. استفادت الولاية في خلال الخماسي 2010-2014 في إطار التزويد بالغاز الطبيعي بقيمة مالية تقدر ب 700 مليار سنتيم للتكفل ب 50,000 بيت. الشطر الأول من هذا المبلغ المالي استفادت الولاية من مبلغ يقدر 237 مليار سنتيم للتكفل ب 12,660 بيت، وتم مؤخرا وضع في الخدمة أزيد من 2400 بيت. هناك شطر ثاني راح يتكفل بحوالي 35,000 بيت وزع عبر التراب الولاية، وبعد الانتهاء من هذه الأشغال سوف تكون 60 بلدية التي تحصيها الولاية مغطاة بالغاز الطبيعي. والعارفون لطبيعة البرد بهذه المنطقة شتاء سيقدرون حتما هذا الإنجاز.